لماذا تعادي البكك البرزانيين؟ تتواصل هجمات البكك العدوانية على كيان إقليم كردستان، وكانت آخر حلقة من مسلسل الاعتداءات هذه قولها كم تمتلك العائلة البرزانية من ثروات، ومنطلق هذه الهجمات ومن أجل إظهار جنوب كردستان أي إقليم كردستان وكأنه مصدر خطر عظيم وإقليم معادي، والمطالبة بعدها بحتمية زواله. فالباكك تحاول خلق هذا المفهوم لدى الكرد، فعداوة الباكك اللدودة للكرد وكردستان تدفعها لتأليب الكرد على معاداة الكيان الرسمي الأوحد للكرد، والذي كان نتاج نضال دام ومرير لقرون، وتدار هذه العداوة بدقة متناهية، علما أن هذه العداوة صنعت وتدار من قبل ذهنية وعقلية أكبر من الباكك بكثير. فالحق أن الباكك تلقت تدريبات تربوية على يد دول الجوار لسنوات وعقود لتحقيق هذا الهدف، وملخص هذه المؤامرة هو ثقفوا الباكك وسلحوها لتهاجم على الكرد. والاستراتيجية الرئيسية لهذه التنظيمات تكمن في مواقفها المعادية لكردستان والمتمثلة في خداع وتضليل الشعب الكردي فكريا، بينما الثانية تتمثل في تدميرهم اجتماعيا. والقواعد الأساسية التي تتلاعب بها في هذا المجال هي المجال الفكري، فعموم أفكار أوجلان التي كتبها وعبر عنها وتحدث بها تم تحديثها، وهي ذات طابع معادي للكرد. ولكي يثمر هذا التحريف الذهني والفكري حصاده، استخدمت الباكك وسائل إعلامها بمنتهى البراعة والإتقان. فإعلام الباكك إعلام معادي ومناوئ للكرد. فالباكك ومنذ تسعينيات القرن الماضي خلقت وبشق الأنفس مفاهيم وأفكار ليست كردية ولا كردستانية، وهذا ليس تغييرا جسديا إيجابيا لهذه التنظيمات، بل هو سرطان انخر في جسدها. فالسرطان كما هو معروف ينشأ من خلية عفنة فاسدة، ثم تقوم هذه الخلية بالانقسام والانشطار ذاتيا كما وتؤثر على باقي الخلايا لتحولها لخلايا مسرطنة، فحتى الخلايا السليمة تتحول لخلايا سرطانية، فينهار النظام المناعي للجسم ولا يقدر على التصدي للمرض، ما يؤدي في النهاية إلى انتشار السرطان وغزوه لكامل الجسد. وكذلك هي ممارسات الباكك ومهامها وأجندتها في كردستان، فهي نسخة مماثلة من هذه الخلية السرطانية تماما، لأنها تستهدف كافة القيم والمكتسبات والرموز الكردية، فتبذل كافة إمكانياتها لمصادرة القيم والمبادئ التي أبقت الكرد كأمة قائمة في وجه التحديات والتي عصفت بها، وتغيير الجسد الكردي. فكما الخلايا السرطانية تحاول السيطرة على النظام المناعي للجسم وانهياره، فكذلك تفعل الباكك بالضبط. فالباكك قضت على كل السبل أمام الكرد لتأسيس دولتهم الكردية بحجة انتهاء صلاحية المفاهيم القومية، ولهذا تهاجم الباكك اقتصاد الكرد، وتهاجم ثقافتهم وتاريخهم، تهاجم الأحزاب الكردية، كما تهاجم الأفكار الوطنية المخلصة والشخصيات الكردية، تهاجم علم كردستان، كما تهاجم فسيفساء تاريخهم. ولهذا السبب فهجوم الباكك على إقليم كردستان ليست الحلقة الأولى من مسلسل هجماتها، بل هي الحلقة الأخيرة منها. ولو تابعتم محيط تنظيماتها عن كثب لوجدتم أن عموم أفرادها يهاجمون القيم التي أبقت الكردية حية لغاية اليوم. مثال ذلك محاربة الباكك للعشائر الكردية التي أنقذت الكرد من المجازر والإبادات خلال القرنين 19 و20، فهي تزعم أن العشائر تمثل نماذج الحقبة الرجعية ويجب القضاء عليها. والباكك أظهرت المذهب الشافعي بين الكرد وكأنه أفكار ومعتقدات رجعية ويجب استئصاله من المجتمع الكردي والتخلص منه، علما أن غالبية الانتفاضات والثورات التي اندلعت في القرنين الماضيين قادتها شخصيات كردية دينية يتبنون المذهب الشافعي. كما أعلنت الباكك الحرب على الطرائق الدينية لدى الكرد، وبالأخص الطريقة النقشبندية، وأبدتها كطريقة معادية للكرد، غير أن الحقيقة هي أن الطريقة النقشبندية كانت منبع الأفكار القومية والوطنية، وقد قاد شيوخ النقشبندية الحركات الوطنية الكردية بدءا من الشيخ عبيد الله النهري ووصولا للشيخ سعيد بيران وانتهاء بشيوخ بارزان.
بعد عام 1993 قال أوجلان بصريح العبارة بأن الشيخ سعيد بيران كان عميلا لبريطانيا، كما قال خلال تقييماته عام 97 أنه يجب محو رجعية شيوخ نورشين من الوجود، وتابع قائلا إن بدليس منبع هذه الطرائق، وإن المنخرطين في صفوفنا من بدليس لن يصبحوا ثوريين كما لن يكونوا باكيكا أبدا. كما حاربت الباكيكا الأحزاب والحركات الكردية في كردستان تركيا، علاوة على محاربتها للشخصيات الوطنية والقومية. ولدى تأمل الساحة السياسية المشروعة في تسعينيات القرن المنصرم، نلاحظ بوضوح الجيل الوطني المخلص والذي قضت عليه الباكيكا وأزالته من الوجود. من بين هؤلاء ليلى زانا، فكثيرا ما يتساءل أين ليلى زانا؟ وليست ليلى وحدها، بل كل من يحمل بين أضلاعه روحا وطنية مخلصة ويحلم بالاستقلال أصبح هدفا للباكيكا. والحق عندما يتأمل الإنسان هذه الأحداث تتفند الشكوك لديه في قضية معاداة الباكيكا ومحاربتها لكل ما يمثل نبعا قوميا وطنيا للكرد، بل وحاربت كل ما يؤمل منه تحقيق حلم الدولة لدى الكرد. وعندما يتضح كل ما مر نعرف وقتها سبب عداوة الباكيكا اللدودة للبارزاني ومحاربتها له، فاسم البارزاني من عائلة أعظم من الباكيكا وأجل وأرفع، فالبارزاني فكر سياسي ومنهج ومسيرة حركية. البارزاني خط كردستاني أصيل يبدأ من أحمد خاني وينتهي بالنهري. البارزاني هوية الكرد الأحرار المطالبين بالاستقلال ومصدر إلهام تحقيق حلم الدولة الكردية. كما تزامن عداوتها للبارزانيين في الوقت الذي يشهد العالم أجمع أنهم قادة الثورات الكردية ورموز الحركة التحررية الكردستانية لما يزيد عن قرن، وقد قدموا الآلاف من الشهداء والمؤنفلين من أجل قضيتهم العادلة، وما زال الآلاف منهم بيشمركة في صفوف بيشمركة كردستان. فالباكيكا بعداوتها للبارزاني تعادي القومية والدولة الكردية، تعادي سياسة الكرد الدولية. فعداوة الباكيكا تجاه البارزاني مؤشر على عداوتها لكردستان. وما معاداة أحمد خاني وشيخ عبيد الله النهري والشيخ سعيد إلا من هذه العقلية الرجعية، بل هي عداوة شرسة بحيث وصلت بزعيمها المسجون في إمرالي عبد الله أوجلان أن يقف بجانب مرافق الغسل اليدين ويقول لضابط تركي: تعالوا معا لنستولي على أربيل ونحتلها، سنمنع البارزاني من تنفس الصعداء وسنجعل أربيل جزءا من تركيا. وما زالوا مستمرين بسرد أكاذيبهم لتشويه خط البارزاني القومي والوطني، غير أن البارزاني جعل من إقليم كردستان جنة وسط جحيم الشرق الأوسط يعيش فيها الكرد بسيادة وكرامة وفخر واعتزاز. فهجوم الباكيكا ليست على ثروات وممتلكات البارزانيين، بل هو حقد هدف لقيادة البارزاني للأمة الكردية نحو تحقيق حلم الدولة الكردية القومية.